حبايبنا متابعين اند جيم، السلام عليكم. معكم اخوكم محمد. جاتنا رسالة على الخاص تتكلم عن موعد صدور الحلقة الثانية من سلسلة مسلسلات محدودة. معناها ان السلسلة نالت على اعجابكم، اللهم لك الحمد. اليوم موعد الحلقة الثانية. بإذن الرحمن المسلسلات والتوصيات تكون في مكانها. ما نطول في المقدمة وخلونا نبدأ. مسلسلنا الأول لهذا اليوم Lost in Space، مسلسل خيال علمي ودراما من إنتاج عام 2018. يتكلم المسلسل عن كوكب الأرض اللي ما راح ينفع أحد يعيش عليه بعد كثرة الحروب والفيضانات، وصار مكان موبوء. تطلع مجموعة من الناس مختارين بعناية إلى الفضاء الخارجي عشان يدوروا مكان صالح للحياة البشرية. أحد هذه المجموعات هي عائلة آل روبنسون. هنعيش معهم قصة هذا المسلسل والروبوت الآلي الغريب اللي طلع لهم في الفضاء. ما رح أحرق عليكم أي أحداث، وإلى هنا كفاية. كملوا المسلسل وقولوا لي رأيكم فيه، واللي شافوا يكتب لي رأيه تحت. تقييم على IMDb 7.3/10. على فكرة هذا المسلسل هو نفس مسلسل Lost in Space اللي صدر عام 1965 ميلادي، لكن زي ما تعرفوا فرق في التصوير والإنتاج والإخراج. أتمنى المسلسل ينال على إعجابكم. I'm Marlon. I woke up this morning and I thought to myself, why am I the only one up this early? So I decided to drive over my ex-wife Ashley's house to invite her and the kids to join me. مسلسلنا الثاني لهذا اليوم مارلون. هو مسلسل كوميدي خفيف ظريف للممثل مارلون واين. تدور أحداث المسلسل عن مارلون اليوتيوبر وطريقته في آشلي وأطفالهم، وكيف يتصرف مارلون مع عائلته في مشاكل حياتهم اليومية بطابع كوميدي بعيدا عن التكلف. المسلسل خفيف، أنصحكم تشوفوه وتعيشوا هذه التجربة معاه. تقييم المسلسل 7/10 على IMDb. أتمنى للجميع مشاهدة ممتعة. How much will it cost for you to upgrade your NBA team on Xbox? 20 bucks. It's right here in this dumpster. All you gotta do is collect enough bottles and cans for your $20. How do we get the cans? We don't. You do. Put it in the garbage, son. Did you hear that too? I think there's something downstairs. Authorities in upstate New York report a series of attacks called vampire killings. مسلسلنا الثالث والأخير لهذا اليوم هو مسلسل في وور. جبنا لكم الخيال العلمي والدراما، وهذا المسلسل مزيج بين هذه التصنيفات. المسلسل من إنتاج شبكة نتفليكس من بطولة الممثل الأكثر من رائع أيان سامر هولدر بدور لوثر سوان، والرائع أدريان هولمز بدور مايكل فين. تدور الأحداث بعد انتشار فيروس خطير جدا ما حد عارف من فين. ستوب، ترى المسلسل ما له أي علاقة بفيروس كورونا لأنه نزل قبل هذه الأحداث. خوش يا مدير. وكيف هذا الفيروس يبدأ يصيب الناس ويحولهم لكائنات شبيهة بكائنات الزومبي، وكيف هذا الفيروس يصيب مايكل فين، وتبدأ أحداث ما حأقدر أكمل عشان لا أحرق عليكم المسلسل. اللي شافه يقول لي رأيه فيه، ولا ما شافه يروح يشوف المسلسل وما رح يندم. تقييم المسلسل 6.1/10. أتمنى من الجميع يشوفوه ويعطوني رأيهم فيه، ومشاهدة ممتعة. Welcome
وبس يا شباب هذا اللي كان عندنا اليوم. أتمنى المسلسلات اللي استعرضنا لكم هي حتنال على إعجابكم. ولو فيكم أحد شاف هذه المسلسلات يا ريت تذكر لي هي في صندوق الوصف تحت ويقول لي رأيه عن هذه المسلسلات. أتمنى إنه السلسلة تنال على إعجابكم أكثر وأكثر. نتمنى دعم الحلقة بالنشر واللايك والسبسكرايب. هذا ما كان عندي اليوم، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.